شافت المسرح ديالهم ماشي على شي حاجه. سان كليمنتي لحقاش الا شاركت واحد الانسان في الفرحه ديالو كنبقى نقول كنتسائل كنقول يعني واو بحال هادشي زوين كنصادي فهمتو كنبقى مثلا نولي نفكر بحال داك الانسان كنبغي انا نولي بحالو زعما ندير بحالو نشارك في الفرحه ديالو. ما زيدش يعني كيجيني تضييع الوقت ما زيدش يعني نفرح مع الناس ما نفرحش معاك ولا لان البشر داير بحال داير بحالو بحال الحوايج دابا الحوايج خصهم يكبروا ميمكنش تحطيهم على جانب وغادي ينحفو بوحدهم غادي يغمالو تحطيهم على الشمس يعني ولفوهم انهم ينحفو بالشمس وهذا هو اللوجيك. ثاني شيء بنادم ما كنبغيش نولفو انني كنفرح معاه هل صح خصك تقولي لذاك الانسان الله يا ولدي هاد الشيء راه ماشي تلت راك غادي في الطريق الغلط كيقول لك علاش هو ولفت انك تقولي له برافو نهار اللي كتقولي له خراخو ما تيبغيهاش ما تيتقبلهاش عطيتو الفرصه للناس نفرح معاهم في السراء والضراء والفحشاء والمنكر وقت اللي بغى يوصل شي انزاج يوصل ليه وانا مالي انا مالي انا عرضوا عليا فاش تموتوا فاش انني لو اني لا رجع نعز عليا نجي نقرا القران نتذكر ان كاين الله سبحانه وتعالى واصلا وقت دوحه واذا بو بالكتمان اللي بغى يفرح يفرح الكره علاش تنني انا نفرح معاك فهمت لماذا بحال مثلا واحد السيده ماشي سيده انا حطيت البارح واحد الريل شك خذ كنت لي الترجم ديال الورد البارح حطيت واحد الفيديو في الانستغرام هاد الفيديو غير تكون تلبس متبعني في الانستغرام حطيته في البروفيل ديالي وحطيت كندوي فيه كنقول للناس اللي ما كنستفدش منه في حياتي انا ما عندي ما ندير بهم سواء كانوا العائله صحابات ولا الصاحب الا انا ما كنستافدش ماديا معنويا كلشي انا ما عندي ما ندير بهم بزاف ديال الفيلسوفيين المحررين وجه الله موجه النفس المنحوس قال لك ما يمكنش نبغيو بعضياتنا غير على الماده انا خصني نقول لكم من هذا المينيبر انا الا ما كنتش غنبغيك حيت عندك ولا حيت كنستافد منك انا ما عنديش رشاك ليا قلبي واش قلبي اللي جا غادي يدخل فيه واش انا اي حشره كيف ما بغا يكون نوع ديالها غنبغيها انا نبغيك ولا انت تزعجني بحياتي الا ما كنتش كنشوف من نفسي حاجه زوينه الاخلاق ديالك الاخلاق التعامل الزوين ديالك الكلمه طيبه اللي تعطيها لي اللي تقولها ليا الا مش فيك دابا مثلا هادشي علاش انا خصني نتقبلك حياتي الا ما كنشوفش علاش خصني نتقبلك شنو اللي مذنبيقي كيقول الحاجه اللي ما تفهمونيش اللسوع ودك انا حاطه هاد الكاس هنا ما عندي ما ندير به حاطه غادي يكون احسن الى حيدته وبقى لي هنا نصفه صحتي الايديه هذا من عندي كاس هنا ما عندي ما ندير به وكان هضر ودحنو واحد الحاجه اللي ما فيهاش منفعه اللوحه الحاجه اللي ما عندهاش منفعه في حياتي انا ما عندي ما ندير بها عاوتاني الناس قالوا لي في التعاليق حبيت الطفل بوحدة واش انا شكيت عليكم انا عاجبني الوحدة انا نهار صحبت مع الوحدة وليت كنحس بالسعادة وليت كنحس بالمتعة وليت كنتمتع انا كاس ديال القلق ديال القهوة كنشربو كنتمتع دابا نعطيك مثل وحدة جالسة حداك كتشربي انت وياها القهوة فاش غتهضر نفس يا صاحبي وكتب ليا وقال ليا واش كنا زادوش ليا الصالة وصد ما نتاش بيت كيك ديال القهوة كتكتب طعم ديال التعاسة الكاس ديال علاش انا كنشرب كاس ديال القهوة كنفكر ما كاين لي زعجني اوف واو شحال الحياة Thank you.
بغيت نسمع لراسي، بغيت نسمع الداخل ديالي، بغيت نسمع الذات ديالي، بغيت نسمع السوشيال. حنا فاش كنزادو في هاد العالم كنزادو حاجة من اللي واحد الحاجة كيربيونا عليها والدينا الله يسمح ليهم، هي ما خصكش تكون بوحدك. حنا كنكبروا كنخافوا من الوحدة وما عارفينش ان الوحدة هي اجمل الاشياء في العالم. انا ماشي بوحدي، انا هنا عندي ملك وهنا عندي ملك، نقدر نشوف راسي، ما كان ما عندي معاهم نهضر نهضر معاهم. السلام عليكم الملك لاباغون، شو الفجر غير الحسن. انا من الملك ديالي لاباغون، انا ما خلقيتش بوحدي. شكون قال لكم انا بوحدي؟ انا عندي جوج ديال الملاكين هنا، عاطيهم لي الله فين ما مشيت غادي معايا. انا ماشي بوحدي، انا فقط بغيت نبقى بوحدي، بغيت زباله نحيدها من حياتي. واحد الشخص ما كنستنفعش منه شي كثير، كنقدرش نستمر في حياتي وانا مريضة بمرض حاجة، انا مريضة بحاجة. أنا مريضة بمرض، أنا مريضة نكون هذاك النوع ديال المرأة اللي أنت كتبغيها. نطيب ليك الرهاج ان شاء الله، نطيب لك ونصب لك مكرات. ولفت نبقى بوحدي، ولفت نفهم الصباح ما نفهمش الحزوق ديالي. ويمشي لي الريم كامل، الريم اللي درت كل لو غادي يمشي كامل وخبر له. انا كيف ما قلت لكم انا كنت بغيت نكون مع الناس ولا نبقى مع الناس، كنت معاهم. انا باش نعاود لكم سر من اسرار ديال حياتي، انا ملي كنت صغيره كنت دايرين بيا بزاف ديال الناس. انا فاش وصلت لواحد السن حيت انا حياتي كلها وانا عايشه مع الناس، الناس ما عمرهم ما فادوني، الناس ما فيهمش الاستفاده. كي اللي كتصاحبي معاها ولا كتصاحبي معاه كيبقاو عليك. هاد الموسيقى في الاول كانت غادا زوين، دابا بان ليا هاد الشي بلا بلا تخليكم معايا بسرعه. ¿Quieres tener dientes alineados, blancos y mantener tu sonrisa para siempre? En Intu creo que tenemos un otro. وانا فاش كنت صغيرة كنت كنعيش مع مع العائلة ديال مرت با، مع مرت با، مع بنت عائلتها كاملين. زوين هذاك شنو كان زوين حنا نعيشو بزاف بينا ديال الناس. فاش كانت عندي 19 عام كنت ما نقدرش نبقى بوحدي، خصني ضروري شي حد في حياتي، سواء كان شخص كان انسان كان حيوان، المهم دائما كان خصني يكون شي حد في حياتي. كنفكر وكنراجع نفسي، وصلت لواحد النقطة لقيت بلي ان الوحدة هي احسن الاشياء في هاد الدنيا.
رب سبحانه وتعالى قال لك ما نتصلش بوحدنا، يعني نحاولوا نتعاشروا مع النساء. احنا وصلنا لواحد الزمان اللي فيه غير ولاد القاع، ولاد الزو، ولاد البو، ولاد الرا. ما بقاش هذاك الزمان ديال صاحب معاك انت كصديقه. شوف يعني انا كنفضل اللهم نبقى بوحدي، نبقى بوحدي ونكون ديال راسي ونعيش حياتي، ولا نكون مع ناس اللي نو بورتا نادا ان مي فيدا. فهمت يعني واحد الحاجه ما كنستفدش منها، نسيت بغيت نوصل لكم واحد الحاجه اللي ما كنستفدش منها نلوحوها من حياتنا. دابا عطاوني دقيقه غنلبس لولا باش نخلص. لوناتا لوني ديدي Cariño, ¿has dormido en la madrugada? Sí, pero entonces no puedes ir. Ahora estás bien, ahora no tienes fiebre, ¿vale? Pero tenemos que controlar tu salud, ¿vale? Porque, escúchame, cariño, espera, te explico. Esta madrugada, ¿sabes qué es madrugada, no? La mitad de la noche, tú has tenido mucho fiebre, porque estamos haciendo. Y yo te he tocado esta mal. Oh, el viento. Qué bueno. Yo te puse una jeringuina con medicina en la boca. Y tú no me vas a hacer. Y amaneciste el sangrero mejor, ¿vale? Ahora te la gente se ha ido. Entonces, ¿qué dije también? No hace falta que vaya hoy al cole. Vamos a salir y a comprar juntas. Y ir al banco un poco. Tomar un poco de aire bueno, ir a tomar algo, comer pajitas, y tal, y tal. Y ya el lunes, inshallah, te vas a ir con la mira, mira, mi luna. Sofía, Luna, por favor, presión.
¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto me quiere? No me quiero. ¿Por qué me asustas? ¿Por qué me quieres mucho? Porque tengo que tener que ¿Qué? Espera, Luna, tengo que hacer una trenza. ¿Para qué? Te queda el pelo genial. Bonito, no genial. Sí, es lo mismo casi. Ya la hice, te tengo la pizarra. ¿Cuánto me quieres? Papá. Luna, no vuelvas a decirme eso, ¿vale? Sí. ¿Y a la vista foto? ¿Te pareció de mi No, en la silla no. Mami, ¿te puedo decir algo lo que pasó? Desmáyate. Casi me parece un... ¿Cómo? ¿Qué me hace? Yo me hago un buen video de esa. Y esto es una delicia. ¡Ábreme! Ya me ayudé yo. Te tengo un cariño, ¿vale? Te voy a dar loca de tu no. ¿Qué pasa? ¿Traemos el pan? Con galletas, yo nunca lo he visto. Ven, ¿cómo se hace? Yo voy a hacer. Espérame, esto no es rico, lo del pan con galletas. ¿No? Oh, mírame. No me hice nadie. ¿Te hiciste poco? No, soy valiente. ¿Por qué me caí? ¿Qué? Ten cuidado, se va a romper bien. Mi Celiani, le hice un libro a todos. ¿Cuánto me quieres? Los dos, no poco, los dos. Cuando tú no estás, te quiero mucho. Pero cuando tú estás feliz, quiero mucho. ¿Cuál es tu
Sí, cariño, me está soportando el cuadro. ¿Pero por qué? Porque, cariño, a veces soportas un poco. Mira, a veces soportas muy, 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 muy fácil, ¿vale? Y cuando tú te portas fatal, yo no puedo sonreír, y claro que me enfado, y te digo, Luna, eso no se hace, ¿vale? Ay. Y me dices, vale, mamá. O a veces te digo, vete a dormir. Y digo, Luna, a dormir. Por eso, mira, tengo que entender una cosa. Cuando crezcas lo entenderás. Cuando haces algo mal, no se puede, cuando una persona hace algo malo, no se le puede aplaudir. Si tiene que enfadarse, porque esa persona no vuelve a hacer lo que sabe. ¿Entendiste? Sí. Entonces, si tú te portas bien, yo no me enfado. Si tú te portas mal, yo me enfado. Y a veces te castigo. No me gusta castigarte y decir a la pared. No me gusta. Pero es que te portas a veces muy mal, cariño. ¿Me prometes que no volverás a portar mal? Lloronita, las niñas bellas no lloran. Pero cariño, no te puedo consentir las cosas que no están bien, ¿vale? Vale, venga. Tú eres una niña inteligente y una niña buena, ¿vale? Y una niña que se porta bien todo el rato, ¿vale? No pasa nada, pero no lo vuelves a hacer. No vuelvas a tocar las cosas del trabajo y a romperlas. Estas etiquetas son de los paquetes, cariño, ¿vale? No puedes quitar las etiquetas y pegarlas en la pared porque son del trabajo. Estas etiquetas me han costado dinero. Y no puedes desperdiciarlas. ¿Qué es esa cosa? Estas etiquetas van en la caja. Cuando una persona me pide, por ejemplo, las pestañas o la vieja, si yo los pongo en una caja, pongo esas etiquetas. Y las etiquetas que lo ponen en una cosa que no es esta o que no es esto, pero con el cosa se están quitando. مسا دياني غادي نمشي ندير الستور نتاع من بعد نرجع ليك، فالي؟ يلا باي.